لكن إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح أجيبوها ولو حبوا. وإن من أعظم ما يؤتيه الله عبده أن الله خلى بينه وبين الوقوف بين يديه، والمعنى أنه إذا أتاك الله عافية ومكنك أن تتوضأ فقد أذن لك أن تقف بين يديه، فإذا أبيت أن تقف بين يديه في بيته فأنت المحروم والله غني عنك.